أيضا ما أننا قاعدين نتكلم عن المملكة العربية السعودية اليوم وجهودها في تحسين ورفع جودة الحياة والخدمات، في أحد الأخبار اختير 127 شركة للمملكة لإنشاء مقراتها الإقليمية في هذا الربع الأول من هذا العام، وهذا معناته زيادة 477% مقارنة بالمدة نفسها العام الماضي 2023. هذا معناه زيادة في النمو الاقتصادي، في النمو الاستثماري، في فرص العمل. اللي عجبني أكثر شيء اليوم هذا يا مها، أنه أول ما طلع خبر أنه الشركات الإقليمية راح تفتح مركزها الرئيسي في الرياض، في ناس كثير كانت تحارب هذا الموضوع، وقرأنا أخبار كثير تحاول أنها تمس مصداقية هذا الخبر. اليوم بهذا العدد نتكلم عن 127 شركة إضافية تكون موجودة، هذا معناه أنه لا، يعني مهما الناس الخارجيين يحاولوا أنهم يؤثروا على صورة المملكة، فشلتوا. صحيح فشلتوا. غير كذا المملكة مساكة أذنها وقاعد تمشي تشتغل بمنظورها وبنظرتها، علشان بالأخير إحنا عندنا هدف قاعدين نحققه في مملكتنا الغالية، اللي هو يعني إحنا نتكلم عن الاقتصاد والتنوع الاقتصادي. يعني أول ما طلع سمو سيدي يتكلم عن التنوع الاقتصادي وعدم اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط كمصدر للدخل، إحنا نتكلم عن الطاقة، نتكلم عن الصناعة، نتكلم عن التكنولوجيا، نتكلم عن التعليم، عن السياحة، عن الفن، عن يعني أي شيء يخطر في بالك، يعني تحديد الكل على قولتهم، يعني كل شيء. ففعلا يعني مجرد ما تفتح هذه وتكون الشركات لأول مرة، يعني تتكلم عن شركات عالمية مثل أبل وغيرها من الشركات ومايكروسوفت وغيرها، لما تفتح المملكة العربية السعودية وتكون أول مرة تفتح في المنطقة، ترى هذا شيء جدا جميل، وهذا شيء راح ينمو ويزدهر مع الوقت، وراح يوفر زي ما قلت قبل شوي رؤى، يوفر الوظائف اللي يحتاجونها الشباب والبنات للازدهار بهذا الوطن.